مرحبا بكم في واحدة من أصعب الدول اللي تقدر تزورها في 2024. Welcome to Russia, Shabiba. Look at this. We arrived from Algeria and we broke to the snow. أول ثلج يطيح في روسيا في مدينة موسكو. إذا راكم تشوفوا فينا جينا إلى موسكو باش ندوكم في جولة حول دولة روسيا. Our adventure in Russia started today night. What happened for you, Esther? They stopped me at the border where I waited around 3.5 hours. خلينا نرجعوا نشوفوا واش صرا لأستر لأني صورت بعض اللقطات وين أنا قدرت نفوت بدون مشاكل وهي ما خلوهاش تفوت. أستر حكموها لبوليس وأنا نستمر فيها. أول مرة تصرا لنا. I saw an agent coming. He took a lot of passport, there was even mine. And he left. تخيلوا هذا الباجاج تاع كاع الناس اللي ردوهم واستر معاهم انا نفد الباجاج تاعنا على الاقل باش ما يردوه الناس يدوه لهذاك لوست اند فوند ولا هذا يا فيريفاه قال لك لا سيكوريتي يلا اوب وهذا الباجاج الدوزيام They call all the group Algeria. We are all out to the door waiting. Alors, شبيبة نحكي لكم على السيتياسيون. أنا الحمد لله كلش مريقل. الفيزا تاعي من الأمباساد مريقلة. خلوني دخلت. استر دارت فيزا اونلاين وشدوها ما خلاوش تدخل. رانا في حوالي 40 دقيقه نستنى. قالت لي راهم شادين معايا 10 ولا 15 واحد. هي الطفله الوحيده اللي في استمر. اخيرا استر خلوها تفوت. اخيرا استر خلوها تفوت. ناو يو فيل وات اي فيل اول ماي لايف. راح تبكي راح تبكي. How is your experience to be Algerian one day in your life? It's one of the hardest border. Lie, guys. Until the end, she said, no. Back behind. So what is going on? Let's go to enjoy Moscow now. Welcome to Rush. الثلج يا ودي الثلج. عبالكم الدرجة راهي درجتين تحت تحت الصفر هكاك. الثلج راه أبيض. الأجواء رائعة. الآن هذه أول نظرة لينا للمدينة. رايح نديكوفروها مع بعضنا، رايح نتمشاو مع بعضنا، رايحين أول حاجة نديروها نبدلوا الدراهم، لأنه هنايا في روسيا ما تقدرش تخلص بالكارت كريدي ولا كارت فيزا ولا تخلص والو والو، لازم تخلص بدراهمهم. لهذا جبنا معنا شوية أورو، رانا رايحين نبدلوه، نحوسوا على البلاصة اللي نبدلوا فيها لأنه صعيبة. اليوم الصباح خرجنا باش نفطروا ما لقيناش، ميتين بالشر. رانا في واحد 12 ساعة ما كلينا والو لأنه ما عندناش دراهم والبرد. الله غير راه واحد الثلج مش نورمال. شوف راه بدات تبيض الحالة. زهرنا لأنه هذا ذا فيرست سنو إن موسكو تو ذيس يير. والله 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 I'm so happy that we broke to the snow. البداية تاعنا هي أننا رايحين لهيكل كاين واحد يدير شونجي الدراهم. نديروا الحاجة الأولى نشونجو الدراهم. هنا كاين بعض لي ريستورون حلال بالك نجيو ناكلو فيهم. بصح رانا في حتنا في قهوة لأنه مازال ما تقهويناش. الحاجة الغريبة هنا اللي تشوفها الأولى هي أنهم ما يهدروش كاع الإنجليزية ولكن رانا نحاولوا. دوكا نشوفوا كش واحد يورينا. عندهم هذا ستيل تاع شغل بناية فيها بزاف الحوانت فيها بزاف الماركات. كاينة حاجة راح ندير لكم فيديو خاص هذا البلد ما فيش كلمة مقاطعة. معناها كول اشرب أي منتوج لأنه روسيا ديجا أمريكا والدول الأخرين مقاطعينها. لهذا هنا كل المنتوجات روسية 100%. حتى الماركات العالمية اللي نعرفوها اللي احنا رانا مقاطعينها تقدر تشربها أليس. وتقدر كيما برجر كينغ تقدر تاكله نورمال باسكو خلاص داروا له التأميم وأصبح روسي 100%. هذول لي زوتيل اللي رانا فيهم. هذه البلاصة اسمها إيزيمولوف ولا عفسة هكاك. فيها ربعة لي زوتيل. رانا في ربعة لي زوتيل. استر راهي فرحانة بالثلج باسكو والله ما كنا متوقعين انه يصب الثلج في الروس اليوم. راكم تستمتعوا معنا ان شاء الله. رايحين تستمتعوا برحلة روسيا اللي راح نديروا فيها اربع مدن ولا خمس مدن وين رايحين ديكوفرهم مع بعض. حنحكي لكم الان على الفيزا، حنحكي لكم على كلش ان شاء الله ونديكوفروها مع بعض الشباب. بصح راه واحد البرد مش نورمال. يدي مش حاس به. ليتس جو. يلا رانا داخلين. شوفوا الستيل تاعهم هنا تقول في فيلم ديرك سمو. هادو لي ماشين يمشيو غير مع لي كارت لوكال ما يمشيوش مع حاجه واحده اخرى. معنا غير مع البنكات لوكال. ليتس جو اب ميبي ذيس وان اي دونت نو. اند ذا بروبلم از اول ساينز ار ان
local language. إيه ما كاينش لونجلي. نسقسو نطلع الفوق ونسقسو. هني نعيش معكم إكسبرينس كاملة. فطرش معكم فيديو هذا وساهديه. أوه دير رمان سخون. بكم بيزار الحالة هنا. شوفوا حوايج ترجعكم تشغلكم في فيلم تاع بكري. بكري فيلم تاع بكري. أسكري سومي. أوكي. عند أجنس دو فواياج. إيش بدي؟ جدي سقسي. اوكي ثانك يو ثانك يو واش قالت لك يوني ستريم هي خلاص هاي قالت لي وي دي نوت سي ذيس يوني ستريم ذيس از وان اوف ذا ثينك ميد ذيس كونتري فيري ديفيكولت لايك تشينجينغ ماي كارد شي سي يوني ستريم بس اتس ريننج روت ان ذير لتر سو اي دونت نو والله كلش براشه ما تلقى حتى حاجه واش هذا نو اي ثينك از ذيس وان نو يس يس اي وان Today was closed. Oh, huh? Yeah, yeah. Gina. Oh, he went. Yeah, yeah. Let's go. Zier, Gina. Hello. You want to change euro dollar? Euro, euro. Euro. Oh, we would euro. Like to change euros, please. Take. Do you need the passport? No? You put down. Put. Ah, put. Down. Yeah. Yeah. She will take. Ah, when? الدولار وقيل يبيعوه لك 93 ويشروه عليك وتتشري 98 انت تديه 102 اورو ويبيعوه لك 107 هنا صعيبه الشونج يقول لك لازم يكون عندك الاوراق يكونوا مسويين ماشي مطبقين ولا معفجين باسكو دي فوا ما يستقبلوهمش منك لهذا لازم تاخذ حذرك واش تجيب الاورو ولا الدولار كيما تحب انا عندي الدولار عندي الاورو قلت نكمل الاورو اللي عندي هكاك نستعمله روحنا حتعطينا 10000 و 250 جو بونس مشكل ما يهدروش ما يكومينيكوش معاك ثانك يو سو ماتش سبيسيفو لوك هاو ماتش از سو ذا توتال اتس 10250 يا اتس هير اند ذيس از اور فيرست وريت شوف الروبي روشن موني هذه 1000 هذه 5000 وهذه 100 وهذه ال 50 سو ناو وي ار ريدي تو جو تو ايت Finally. سباسيبا ثانك يو سباسيبا ولا صاحبكم روسيا خلاص ايوا هكاك وي ار ريدي تو ديسكفر سباسيبا اي دونت ايت سينس يسترداي والله من الطياره ماكلي سو ليتس جو تو ايت الان كنا نحوسوا على بلاصه ناكلوا فيها كاين حاجه انا حاب قهوه كاين القهوه استر حاب كباب كاين كباب واتش تشوز كباب ولا قهوه يو كباب كباب نكاوه توغادر وي كان دو ليتس جو نديرو كباب الاول ناكلو نشبعو ومن بعد نشربو فيها قهوه ان شاء الله لانه تبان لي قهوه شابه والكباب يبان صغير وشباب يلا نشوفو او ماي جاد بات دي دونت هاف هولي كباب ايفري ثينك لقينا هاد البلاصه حلال ناكلو فيها راح ندوزو جوج شاورما يو نو وات اي لايك ذا فيرست امبريشن از اي سو اراوند ا لوت اوف مسلم بيبل why I know? Well, because women are wearing hijab everywhere, working in the stores, walking in the streets, in the airport. And this is something made me feel comfortable, so people will not stare at me from my hijab, at least. They have the RC collared. We need to try something local. We are from Tajikistan. From Tajikistan, حلين هنا حلال كين بزاف حلال هنا يا. بزاف بقلاوة. حوايج هكا كي البوراك وكاع. When the last time we saw snow? Not even in the United States. في شريعة جاي. Yeah. السعر تاع الكباب هنايا 250 واللي هي نقولوا حنا 100 هي 1 اورو حوالي 2 اورو 50 هكا 2 اورو 20. لها رخيصة الحالة مليح. Thank you. Me the first? Yeah, you're the first. اوه بسم الله. واو. ما شاء الله بسم الله تيستي ذا بيتا از تشيزي الان ما علينا الا ناكلو نخرجوا برا نديروا فيها قهوه يو نو از نايس اتس فيري جويسي اي لايك ات اتس نوت ذا دراي عطيت له 1000 عطاني 380 هذوما جاتنا كوينز ولا هما عشرات ذيس از رول ماين to remember. اوه ثلوجي ثلوجي اجواء الثلج هذه تساعدك غير على الرقاد. واو اي واز وان اوف ذا بيست كباب اي هاد ان ماي لايف. والله ات واز كريزي كريزي اند ذات تشيزي بيتا اي واز بو
We say in Italian la ciliegina sulla torta. يلا ندفي كوفي ناو. شباب ديجا ديكوفرينا واحد الاختراع رائع. عندنا هنا كل يشرح بالروسية ونقدروش نقراوه. لهذا واش استر واش درت بعثت التصويرة للتشات جي تي بي. يا فوتشات جات يا راح اشرح لك. اي تولد يو ذا سكند وان از كابتشينو. كابتشينو يا اند اي تولد يو ذا فيرست وان ات واز لاتي. ايوا صافي كابتشينو 170 واللي هي حوالي 1.50 هكاك. الحمد لله ذير از تكنولوجي اذروايز ويل بيكام بيج ماس. قاعدة هايلة. شوف شوف عندك قاعدة مع الثلج مقابلك هكاك. شوف واحد القاعدة طب بزاف. انا حليت لي غير في القعدات هذه اللي دخلنا عندها اليوم شويه صعيبه. تحلمش الهضره ما كانش. هذه الاخر تاع الكباب صاحبنا شويه يهضر. هذه ما تهضرش. اوه هذه كلمه وقص جود. واو شوف جود تشيلو عالمي ما شاء الله. قاعده كاسو است اول كابتشينو في الدوله هو اللي عبر على الدولة. كابتشينو شباب دولة شابة. With Caso Est you find always a spot where to drink coffee. That's something never miss in our blogs. What is cappuccino in Russia? صباح الخير عليكم. المنظر هذا طوب. بك واحد المنظر انا نشوفه فيه هنا فوق اللازم شباب. Honestly this moment it's really beautiful. 0% ممكن انه يطيح الثلج هنا في موسكو. لهذا سبحان الله زهرنا. انا كنت حاب نشوف الثلج في موسكو والله غير البارح قلع في الطيارة وتيا ربي يطيح الثلج سبحان الله. In this vlog we are not gonna share a lot of things about Moscow. We will do it in the next vlog. But I guess we are going to the center. Because it's snowing, so I حبينا guess نشوفه, it's gonna be amazing. حبينا نشوفوا الساحة الحمراء تاع موسكو المشهورة في الثلج أنا وإستر. لهذا قررنا أننا نهبطوا للسونتر نديروا جولة في الساحة الحمراء نشوفوها كيفاش في الثلج. إن شاء الله it doesn't stop to snow right now. أما بالنسبة للفيزا خاوتي سهلة وجاتني روعة. يعطيهم الصحة ألتافا ترافل هما اللي ساعدوني في كامل التفاصيل. هي وكالة جاية في حسين ده يعطيهم الصحة. كي جاتني الفكرة تاع النهار باش نروح للروس قال لي خويا بالقاسم انا نفريها لك وفي ظرف قياسي اقل من يوم جاب لي الفيزا. لانه على واش هما راهم ينظموا جروبات سياحية هنا لروسيا. معناها واش يديروا يديروا دي جروب كل مرة عندهم لادات وين يجيبوا 20 جزائري يحوسوا هنايا في روسيا. اذا كنت مهتم بالسياحة في روسيا نخليك الكونت تاعهم في التفاصيل في الشرح تاعنا. ادخلوا كونتاكتوهم قولوا لهم من عند كاسو است وان شاء الله يتهلاو فيكم. مهم انه الفيزا تاع روسيا الحاجة الوحيدة هي انه اجونس لازم تجيبها لك ومع ألتافا ترافل راح نجيبوها لك رابيدمون وتكون هاني وتجي تحوس اليس. And if you hold an European passport you don't need any agency. You go on the official website, you apply for your visa, you pay and in 4 working day you will get your visa and you will able to travel to Russia. أول مرة راح ندخلوا المترو هنا في روسيا. إيه إيموجينو مترو غريب عجيب. لازم نشرو تيكي ونروحو. It's the first time traveling around the world I see a subway with a monument inside. Now we are gonna buy the ticket. I don't know how much it cost but I don't think it's gonna be expensive. I guess maybe it's less than 1 euro. حاجة كذلك صعيبة هنا في روسيا وشنو أنه روسيا ما فيهاش جوجل ماب وجوجل وهذا الحوايج. لازمك تمشي بواحد الابليكاسيون عندهم اسمها ياندكس ماب ولا ياندكس جو. أنا ياندكس ماب عطيتني باللي نقلعوا هذه الستاسيون تاعنا في المترو تروا ونهبطوا في بولشات روزل ريفولوتيس تيري برك. المهم خلينا ندير سكرين شوت باش لك نهربت عليا ونلقاوها ورا لاين 3. هنا لاين 3 هذه ورانا احنا ورانا منا احنا رانا هنا. ها رانا هنا زي ملي يقولوا يقولوا دوتشي نو رانا هنا بريتي بوز جوز جوز بارتي بوز جوز نو نو وات وات واتس ذا نيم ريبيت ريبيت جبري اذا ما لو فولو فوكش. اه رانا هنا 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 انا هنا شبيبه بارتي جيبلي جيبلي جوز ومن بعد نمشيو منا 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 على كل حال ندو لاين 3 ديريكسيون وين ديريكسيون لا كورني. اي ثينك ذا تيكت اي ويل بي ليس ذان 1 يورو. وات يو ثينك ليتس سي شو تيكي كيفاش ذا ماشين از هير نروح. صح هي قال لك اشري واحد لا كارت خير خلونا نلقاو اللغه. وي كان تشوز انذر لانجويج. كيفاش نجوز اللغة؟ باسكو مليحة تجيب الكارطة هذه تمشي بها.
Yeah, his train is 70, less than 1 euro. I was right. The problem is they don't speak English, so even if we ask them, it's gonna be a little bit complicated. Let's do it my way. We ask the AI. عندنا التشات جي تي بي اللي كيشرح لنا واش كاين واش ما كاينش. بلاك الذكاء الاصطناعي خرب الدنيا. خرب الدنيا وسهل لنا حياتنا. اوكي. نشوفو يتمشى. غريبة انه رانا دايرين في بي ان شبيبة، كذلك هنا لازم دير في بي ان باش يمشيك فيسبوك، انستغرام، هذا الصوالح. يا رانا استناها خاصة نعرفو كيفاش. Using VPN, one trip, one way, 70. One day, 340. 3 days, 650. So we do 2 or 3 days. Yeah. Okay. ثلاث أيام لأنه حنقعدوا هنا ثلاث أيام. 3 days, no. هم بعد كيف يديري؟ والله I don't know. Okay, try to put 1000. And after if you come back? You will come back for you. You never come back. You come back. I told you. He came back. No, you don't accept. Accept only 100. لقينا الحل، لقيناها. فهمنا الطريقة، فهمنا اللغة تاعنا. يا كلاس، دون. اعطونا التيكيت تاعنا فما لقيكم. نو. التيكيت تاع ثلاث ايام. 3 days. تيكيت. مبروك عليك، التيكيت تاع ثلاث ايام. ثلاث ايام عندك في المترو بشحال؟ بحوالي 6 اورو، 5 اورو ونص، 5 اورو ونص ثلاث ايام. يا وان تيكيت. انا ما عنديش صرصه في جيت للمراه باش تبيع لي كارطة تاع ذيا جابت لي كارطة ديال الحمراء باسيفا باسيفا جابتها سباسي وداتها باسيفا جابتها سباسي وداتها باسيفا جابتها هكا عندنا الكارطة عطاتني 350 يا خويا هاي الكارطة تاعي هنا كارطة تاع عشرين هنا ذا ماشين دازنت سابت بيج ما تكسبتيش 1000 1000 روبل تاكسبتي غير من 50 و 100 على حساب. We enter, الحمد لله. And now we go to take metro, but I don't know where. It's on the right side, it's on the left side, where we are going. لقيناها. لقيتها. For my husband, this is برشبرشبرشبرش. كل سلطة ريفولوسيون. يلا علينا. شوفوا. المترو في روسيا كيما يحكوا لكم في الفيديوهات هذيك هي خلعه كي تدخل هكاك تحرك تحس روحك داخل في الاتحاد السوفيتي شغل في عهد ما اعرف 10 سنين لور ولا واو so let's compare prices how much cost 3 days traveling with ايام بالثلاث ايام بالمترو عندك حوالي 5 اورو 80 هكاك ماشي حاجه كبيره how much cost in barcelona بزاف Russian metro. Let's go from here. The first subway in Moscow. اللي هي السنتر وين كاين الريد سكوير واللي هو الساحه الحمراء المشهوره وين كاين هذوك الكاتدرال المشهورين تاع موسكو حبينا نروحوا اليوم لانه كاين الثلج حبينا نعيشوا هذاك الجو تاع موسكو تاع الثلج تاع السنتر تاع موسكو لهذا قلعنا الاوتيل تاعنا مش بعيد حاجه طوب what I like the metro here looks very clean and not inside the really this one but the subway inside looks very very clean have you ever seen a subway with the monument inside. Beautiful. It's the first time. I'm so excited باش نشوف لي ستاسيون تاع السونتر لانه يقول لك لي ستاسيون تاع السونتر شابين بزاف ونورمال ستاسيون اللي انا رايحين نهبطوا فيها واحده من لي ستاسيون الكبار اللي تستمتع كي تخرج تشوفها لهذا راني متحمس اما كاين حاجه واحده اخرى ملاحظه على الشعب الروسي خارج روسيا تحسهم ثقال وكدا ومنا لا الشعب الروسي داخل روسيا ناس ملاح هايلين الان لحقنا ستاسيون تاع قلب موسكو منا راني نشوف باللي ستاسيون عملاق. It looks like a movie, being inside the movie. الله لوك ات ذيس كاع لي ستاتيو جامي تشوف مترو في العالم فيه لي ستاتيو هكاك نشوف اسم مخدوم الان راني حاب نخلع هنا واو
exit 10 from this side. شوف هذيك في الجزائر الان راه رايحين exit 10 from this side. From here, from here. From here? Okay, yeah. I trust you. لازم تتبع. Yandex map هو اللي يمشوا به هنايا وكذلك كاين واحد الابليكاسيون واحدة أخرى اسمها Yandex Go فيها كيشغل اوبر ايت فيها كيشغل طاكسي فيها كاع الحوايج اللي تحتاجهم التوصيل كلش. فكرني في جورجيا. To connect and find things we are using VPN because here doesn't work anything basically. ايوا كيما قلت لكم استر هنايا اذا كنت داخل بالتليفون تاعك وما عندكش VPN ما يمشي لك والو ما يمشي لك لا فيسبوك لا واتساب لا انستغرام لا تيك توك لا ماب لا والو. ومن بعد كي دير VPN كي تجي تيتيليزي جوجل ماب ما يعطيكش البلاصه اللي راك فيها اكزاكت عليه لانه راك داير VPN VPN يعطيك اللوكيشن تاع بلاد واحد اخرى. لهذا خلوطه راك رايح تعيشها لاول مره في حياتك وين يتبدل المود دو في تاعنا حنا كيفاش كنا نعيشو سهله. تدخل جوجل ماب تدخل تشوف البلاصه اللي راك رايح لها تروح نو. الان لازمك تخمم لازم تبدل الابليكاسيون لازم تدخل منها لازم تخرج منها بس مهم بزاف صوالح ولكن اكسبيريونس انه تشوف هذا الشعب مازال عايش مازال يكزيستي مازال راه يكون باضي وراهم عايشين بالسورس تاعهم. Beautiful by the way the subway and I know for sure that each one is different so I will visit all of them. لازم نجربوا كاع لي ستاسيون د مترو هنايا. شوف هذه هو المتحف ديريكت. او ماي جاد ذيس از امايزينغ. هذاكم الخروج تخرج بهذا المنظر تحفه يا ودي روعه والله السعاده اللي غامرتني خاوتي ما نقولها لكم. شوف اليوم رانا نعيشوا دريه ال It looks like a fairy tale. It's beautiful. I'm so happy. I don't know if tomorrow is gonna snow. So I'm enjoying this day like it's the last maybe one. Maybe no. لأنه الآن ماهوش موسم تاع الثلج هنا في روسيا. هذا أول ثلج. It's the first snow in Russia this year. Guys, we broke the السنو تو راشا. نو لو كان تشوفوا الايامات الجايين ما كانش الثلج لهذا راه عندنا وي ار لاكي لاكي وخلاص من الاخر لازمنا الان نلقاو هذه الساحه الحمراء وراها باسكو. شوف مترو كي داير واو والثلج الان قوى هذاك الثلج يجيب لك السعاده ديريكت. شوفوا هنا كيفاش داير هذا البيلدينغ. شوفوا هذا البيلدينغ ناو از سترونغ ذا يا ناو ذا اوكي ليتس سي هاي وان لو كان تشوفوا ان Yandex Go ما نعرفش وين راني. ريد سكوير دوك نشوفوا وين راه الريد سكوير لازمنا نلقاوه لانه لو كان تشوفوا ما نقدرش ندير اللوكيشن تاعي لانه راني داير في بي ان دوك نلقاوه. هذه المنترس تاع مترو ومن اوتيل ولا لكن راني متحمس حماس اللي راه حاكمني تقول طفل صغير راهو يعيش في حلم مش حقيقه من تقول ليش روسيا مش روسيا تزورها مش كيما يحكوا لك عليها من الاخر. It's cold, it's cold tomorrow. I will bring you with me the gloves because it's really cold. Look at that, beautiful. Look. I'm يوجدوا الكريسماس now. They think they are preparing for the Christmas. Yeah, yeah. Now awesome, we need to find the red, the red square. What is this? Sorry guys, sorry. What is the red square? Red square. Like this forward, yes, left. Left. Okay. Thank you so much. Thank you. رانا في الطريق رانا في الطريق. قال لك روح ديركت. والله غير الشعب الروسي شعب عظيم من الاخر. انا 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 ما نحبش الروسيين نقولها لكم الحقيقه ما نحبهمش ك ك كناس برا برا روسيا. كي جيت لروسيا عجبوني الناس ملاح. You know why? Because when they talk, you know, they are kind of But they are nice. They are really nice people. Oh my God! Look at that. Look at that, guys. He's standing. He looks like a fairy tale. Wow. علاش حبينا نصور لكم الفلوج تاع اليوم لأنه عارفين روحنا لو كان جو لهاد البلاصة وما نصوروش ما ناش نقدروا نبارطاجوا معاكم هذا الفرحة تاعنا. لهذا قلت لها استر البروغرام في روسيا نصوروا فيديوهات ثانية فيديوهات على مواضيع خاصة. ولكن الفيديو تاع النظرة الأولى لمكان ما مثل روسيا لازم تصوره لأنه أنا اليوم راني فريمون الفرحة من قلبي وحاجة تتمشى في موسكو. لوك 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 واو لوك بالكازم لوك ات ذيس از بيوتيفول. الآن رانا داخلين إلى الساحة الحمراء المشهورة في موسكو كالسويس داخلي لها كالسويس لحقوا الموسكو في عز مشاكل موسكو جو الموسكو. كم مستر كم before you come the night. عليكم بالليل يوم حلم
حلم انه تجي في هذا الوقت تلقى الثلج باسكو جينيرالمون ما كانش ثلج هنايا. السمانه اللي فاتت كانت سخانه. الان وصلنا هذه كنيسه راهم طالقين اوه البرد. الان وصلنا شوفوا اوه they start to put the Christmas light. راشا وقيل ان نولي نجيها كل شهر. I will come back every month. Beautiful, huh? Wow. Look at this, شبيبة. وصلنا إلى أشهر مكان هنا اللي هو الساحة الحمراء اللي تضم أشهر الأماكن السياحية اللي راح نشوفوها معنا في الفيديوهات القادمة. الآن راكم مش راح تشوفوا حاجة كبيرة. أذكره. البرد. ييي. البرد اللي ضربني اليوم يعلم به غير ربي. أو يا بابا بابا هلو 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 شافوا فلوق قال لك فلوق هبا لو فلوق نايس نايس لوك ات ذيس از ذا بوت فل صغير يو لوك لايك يور تشايلد اي دونت فيل اي دونت فيل ماي فيس ذيس از بيج مول وي ويل انت انسايد اوكي هذا مول كبير هذه كنيسه صغيره وهذا هذا القصر المشهور تاعهم الان نروحوا لهذاك المكان تصوروا فيه وندخلوا للمول مع بعض لانه كولد اي دونت فيل ماي فيس اوه لوك ات ذات يا ذيس از ذا فيموس ستريت اوف موسكو كولد اوه قتلها البرد قتلها قتلك البرد ها اي دونت فيل ماي والله اي دونت فيل ذيس بارت اي دونت فيل ات انا يدي تجمدوا خلاص يدي تجمدوا عندنا واحد الريل لازم نصوروها لهي دوك نروحوا وهنا شوف راهم بداو يوجدوا الكريسماس انا نظن اجواء الكريسماس في موسكو حاجه واحده اخرى واو موسكو يا موسكو وصلنا الى المكان المشهور هنا تاع ريد سكوير ولكن يدي بردو لازمني نهرب لازمني نروح المكان الحلقات السياحيه والمعلوماتيه وكاع راح نشوفوها ان شاء الله في الحلقه الثانيه اما هذه الحلقه استكشافيه وردت فعل كاسواس على روسيا اول مره شيء خرافي ولكن البرد هنا حاجه واحده اخرى من جاي بليغون يدي يعني حسهم جمدوا الكور تاعي جمد مشمخ كومبلي انا ما نعرف كيفاش الناس تحمل تعقب هنا يا الشتاء مع بالك الشتاء هنا يا الموت how is the cold eh? I don't feel my hand anymore my face my hand anything anywhere look beautiful really beautiful we came right here even if the weather as you can see is not the best of the year but we came to live this special moment in Moscow snow in the red square beautiful vibes did you ever see something like this It's like being in a city, but covered. والله غير وانا فهمت لانه هنا كاين البرد بزاف الناس كي تجي للمدينة مش رايحة تستمتع بجمال المدينة هذا البرد انا كيما اليوم ماهوش برد الحال بالنسبة للروسيين اليوم ماهوش برد Let's go up Let's see. شوفوا هذا الالكتريك فاش دايرينه تقليدي الكتريك ولكن تقليدي So, بما انه المطر والثلوج والبرد هنا بزاف وسط المدينة الناس تتمشى بالصح ومن بعد يجي البرد خادموا هذا المكان رائع جدا ما على بالناش حتى واش اسمه لانه رانا جايين حطبة ما عارفين والو جايين غير صادمين نديكوفروا معاكم الاجواء استحملونا اليوم نحط لكم ان شاء الله كامل ليزانفورماسيون في الفيديو القادم حبيت تشوف هذيك الجهة باينة باللي شابة بصح المولز قالوا لي باللي المول في هذه المدينة جايين طوب وروعة حاجة سبيسيال انا راني نتمشى ونديكوفريها فيها معاكم لانه اليوم قاعد تشوفوا في الفلوج تاعنا اول نظر روسي واو لوك ات ذات اي لاف ذات كوفي بليس يا ما شاء الله لوك ات ذيس فيو فروم هير اي رام حاطين ذيس فور ذا اوتوم بس ذا اوتوم راح بدا الثلج ذا اوتوم هير از فينيش از ان فلون تايم والله ما كنت في شيء ودخلنا من هذه دخلنا من الجانب الثاني
هو كبير كما نشوف الناس كيفاش يمشوا. تقول راك في فيلم على بالك، كي تشوف الافلام تاع الاتحاد السوفيتي ولا الافلام تاع الاستعمار هذاك تاع الاتحاد السوفيتي الاخر، تلقى نفس الفايب هنايا، الناس كيفاش تتمشى، كيفاش لابسين، كيفاش يهضروا، البنيان تاعهم. شوفوا حتى هنا يوريك اللبسه والعادات والتقاليد تاع الشعب الروسي قديما. شوفوا هنايا الريستورون هاوي ما شاء الله. Luxury, it's beautiful. I love it. I've never seen something like this, honestly. والله أول مرة نجي نشوف حاجة فريمو تراديسيونيل كيما هذه. الحاجة اللي أنا لاحظت فيها هي أنه ما كانش بزاف الناس، ولا اليوم سبيسيال برد الناس ما خرجتش، واحدة من زوج خلعهم الثلج لأنه اليوم جاب الثلج على غفلة. هذا قلب السونتر كوميرسيال، في هذه النافورة الجميلة جدا، في هذه القهوة البرجوازية بالك نشربوا فيها كاش حاجة، حتى وإحنا ماناش برجوازيين، حبينا نوريكم الأجواء برك. نعيشوا الأجواء الموسكوية. أنا نقول لكم الصح، كأول نظرة إلى موسكو عجبتني. هي صح هنا كجزائريا صعيب بزاف كي تدي الفيزا، حتى وتدي الفيزا من بعد تجي هنايا صعيب بزاف باش يخلوك تدخل. ردوا بزاف ناس كانوا مع أستر ردوهم، لهذا نقول لكم معنا عسر روحكم كي تدوا الفيزا للروس، مشي معناها خلاص دخلتوا لروسيا، لازمكم تعودوا عارفين واش راكم رايحين ديروا، عارفين وين تروحوا، عارفين كامل التفاصيل. هذه أهم حاجة. خلونا الآن نشوفوا بلاك كاش ما نشرو حاجة ولا نشربوا حاجة ولا ممكن حتى حاجة بالكلاسيك تي لاتيه. لاتيه واحد 5 أورو هكاك، إكسبريسو 3 أورو هكاك، هوني كيك 9 أورو. وشفتيها؟ نو نو، غالية بلا والو. لقينا نخرجوا برا هاوتوار هاوتو دا بليت استر ما عجبهاش الحال كي قالت لك حلات لها انا حال الجاكيطة وتتمشى. Out, I was imagining, oh, my face cold, my hand cold. الرمارك اللي كاينة كذلك هي أنه كاين بزاف العرب تاع الخليج، نقولوا السعوديين، كاين بزاف هنايا، وهذه ملاحظة واحدة قوية. دخلنا المول معمرة بالعائلات العربية. I'm surprised, honestly. I didn't know that Moscow is such a famous destination for Khalifi. I like the music. Music with the vibe with the colors with كلش match perfectly the location. والآن خرجنا إلى الشارع الجميل اللي كل مرة تشوفه لما تعود تشوف صور تاع موسكو ولا تشوف هذا الشارع في الكريسماس، يعود قاع شاعل هنا الضواء، الناس تمشى، ما زال الثلج يطيح. واو ستيل سنوينغ. Yeah, still snowing, but now it looks more like rain. Yeah. It doesn't look like snow. That's why I think it will be never white. شوفوا الأجواء، إحنا خرجنا الآن من هذا شو اسمه، قيل اسمه قومي ولا مهم، الناس اللي عايشوا في الروس ولا فيزيتوا الروس أرواحوا قولوا لنا الأسامي الأماكن اللي رانا ندور فيهم، لأنه لحد الآن مازال ماناش عارفين وش هما هذو الأسامي وهذو الأماكن. جست انه انا نقول لكم حاجه، انك كي تتمشى هنايا في روسيا تحس بواحد النفحه شابه بزاف، تستمتع وخلاص متعه وصاي. دخل الان لوحده من القهاوي على بالك عندهم واحد الفايب تاع قهوه مش نورمال. ليتس سي وات ذي هاف، نشوفوا واش عندهم ماكله. با 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 عندهم ساندويتش. ذيس وات از اي قيل السالمون مع هلو عندهم هنايا هذا مش تاع صح تاع كذب. هاي هاف داري هاف داريست. اوكي. Because that is fake. It's not real. Yeah. Right, no, okay. For me, coffee, besides, okay. Coffee, black coffee is the best. I think I would take Americano. Huh? Americano. Yeah, two Americano. And you want something? Or one simple latte? Yes, we can take this one and then. And do it about, okay. So two Americanos. Medium, big? No, medium. For me, medium. Maybe milk? No, black. All the black, yeah? Black. And then if we can have one plus a classic? Classic one, yeah. Divided in two. Thank you. So في طاحت شحال 805. Thank you. Nice. نحطوا لهي دركا ونستناه، نورمالمون يجيبوا لنا الماكلة تاعنا، القهوة تاعنا. عبالكم كل ما تبدل البلاد تبدل كل العقلية، تبدل الفايبس، تبدل الطريقة. شحال قلنا؟ وماشي سا؟ 800 عطانا 200 درك. 800 حوالي 7 أورو هكاك. 7 يورو. 102.5. إيه 7 أورو 80 طاحت. 7 أورو 80 زوج قهاوي وكرواسون. رانا في مكان سياحي بامتياز، ماناش في بلاصه قال شعبيه ولا وين شربنا احنا عندنا قهوه، وين راه لوتيل تاعنا. القهوه كانت 170
هنايا 240 كابتشينو 170 الكابتشينو 340 جابوا لنا قهوتنا ونص كرواسون مي ثانك يو سباسيبا سباسيبا اس ثانك يو يا سباسيبا سباسيبا يا سيدي سباسيبا على كل حال نص كرواسون لانه الان بالك راكم شفتوا التغيير تاع لاطاي انا واستر الان تغير لاطاي تاعنا لانه درنا ريجيم كبير خسرنا بزاف وزن راح نشوفوا فيديو على خساره الوزن لهذا احنا عندنا درك رانا بما انه السفر رانا مرات نديروا الصيام المتقطع ناكلوا في وقت معين الور نقدروا ناكلوا حاجات نورمال كيما كرواسون كيما ولكن نص كرواسون فيها قول واحد 100 كالوري ولا قهوه كحله وفضت الحكايه. صعيب انك تدير الدايت في السفر ولكن الحمد لله في زين شهرين ونص خسرنا بزاف الوزن برغم اننا كنا مسافرين كثير من الدول. هذه الاجواء الكوزي وعندك هكا تشوف برا روعه والله غير روعه. شوف قاعده هكاك الدنيا وما فيها والله غير الدنيا وما فيها الحمد لله يا رب. وصلنا الى نهايه فيديو الشبيوه ان شاء الله تكون عجبكم. مش النهايه راح نخلوها لكم في الغرفه نوريكم الغرفه لانه هذا الفيديو وريناكم كيفاش تبدل الدراهم منين تشري الماكله الفيزا وريناكم حوايج اللي درناهم المشكل تاع الدخول لازم فريمون تكون تعرف اش تهضر باش تدخل بزاف صوالح. الان رانا نتمشاو في موسكا ولا موسكو موسكا از ايطاليا شابه والله غير موسكو خطفت عقلي مع هذا الثلوجي هذا الخفيف خطفت عقلي ومش ما نقدرش وقيله كاع نرقد في هذه المدينه لانه مدينه جميله جدا والله غير مدينه جميله. ما حبيتش نغلق معكم الفيديو هنايا نغلقوه في الغرفه باسكو حبيت نوريكم الفندق اللي رانا فيه فندق شغل خيال فندق مش نورمال بارطاجيه معكم دوكا كي نوصلوا للوت لازم نلقاو المترو باش نروحوا. This is not the end of the video. Before ending this video we want to show you our room because it's cute. وصلنا الان الى الفندق تاعنا. الفندق تاعنا جاي حذا سلسله ربع فنادق جايين كاع كيف كاع كبار لس دوخوا احنا خرا عندنا شومبره في 19 ايطاج والنظره منا. راني متحمس نشوف النظره من برا ولكن بدا يستارت هذه الصباح النوضه نلقاها بيضاء بدات تتجلد الحاله That تكون but the colors they are really super nice. Yeah. Still colors, snowing hey. By the way guys, still snowing. الآن دخلكم الفندق تشوفوا الفندق كيفاش داير لأنه فندق صوفياتي بامتياز. كاينش اللعب. زيرو درجة شوفوا ليه بدا بياض كلش. أوه شوفوا هنا بدا الثلج. بدا تبيض الحالة. It's fine because yeah, it's in New York we arrived mine 23. So this zero, it's fine. But I guess here in December and January, guys, you are gonna die. مهم فندق عجيب غريب. فيه من يتخرج البونكا، فيه قهوة، فيه الجيم، فيه الريستورو، فيه كلش. لا. Okay. كلش مريقل. هنا كاين ريسبسيون. منا كاين قهوة. ليسونسور جي طالع لهم. الكولور تاعو غريب شوية. كان تشوف الكولور. هنا كاين شغل ستيل قهوة. تحب تشري قهوة ولا؟ لهي كاين جيم وقيلة باسكو غدوة راح نديرو الجيم. This odd looks mall. A restaurant and somehow he look even a subway. No, me I felt like it's casino. والله تقول كازينو هي. Subway. والله تقول راك في المترو. دخلت على المترو. على كل حال هنا كاين وقيلة. قالوا نشرو كاين جيم. طلع الملك. مفتوح. It's closed, I think. No, it's open and it's big. Eh? It's big. Ah, it's 24 hours. And nice. There's somebody. We need big. The car. After we see. ندخلكم تشوفوا الشومبرا كيفاش دايره والكولوار اللي دخل الشومبرا غريب جدا. شوفوا كيفاش داير لازم كي تجي داخل دير هكاك ومن بعد تدخل الكولوار. الكولوار هذا. Our side is blue. الكولوار هذا عجيب غريب. شوفوا الغرف كيفاش دايرين الكولوار كيفاش داير. لا رانا متوجهين للغرفه. هنا الغرفه تاعنا. هي الجانب الثاني رقمها 20. الله يقول راك روحك في فيلم سوفياتي ديريكت. الغلطة بحقها. الشومبرا سوفياتية بامتياز لكن شوفوا النظرة كيفاش شباب. نظرة عالمية مع الثلج خرجت هايلة. عندنا بلاصة وين تقعد عندك الشومبرا هنايا راه مخلطة الحالة لأنه انا استر خلبطناها. هنا عندك كلش تواليت كلش توب هايله. نايس
I love the style. It's old style, but it's beautiful and it looks everything new and well maintained. Look at the view, huh? View we have. Oh. It's beautiful. It's beautiful. The room. Look at the bathroom. Come, come. حتى التواليت تاعها صغيرة. Very small. تشيلوا حاجة. But super clean. تعودوا شفتوا كلش. هذه هي التواليت تاعها صغيرة نظيفة. بصح أنا عجبتني النظرة تاع الآخر سكوزي. نظرة ما شاء الله. على كل حال ان شاء الله تكونوا استمتعتوا بالفيديو الاول في رحلتنا في موسكو. ان شاء الله تكونوا عجبكم الفيديو. ابقوا معنا ما تنساوش تسبسكرايبوا ديروا لايك ديروا كومنت ديروا كلش لانه كاس واسترام جايينكم فيديوهات جديده وقادمه ورائعه جدا. تهلاونا في رواحكم. سي يو ان ذا نيكست فلوج على كيفاش الحياه في موسكو بعد الاحداث الاخيره اللي صارت. وش رايكم؟